يسعد لي صباحكم، يسعد لي مساكم، يا رب. حبيت اشارك معكم عشان لليوم، يا حذركم ايش كان عشان لليوم قلوبات. هلا بصراحه انا بالسنه بعمله مره، لاني ما حدا بياكله في العيله غير انا، يعني نحن 3 اشخاص، انا وزوجي وبنتي بس، لهيك بنجيب يعني كميه صغيره مشان انه ما زيد لتاني يوم. اي والله، بس هالمره عملتها على طريقه الشيف عمر، في شويه اختلاف يعني بالعاده انه انا بعمله هيك، بس شوي اختلاف عن طريق الشيف عمر بالمكونات الاضافيه. هلا المرحلة الأولى أنا شو عملت؟ حطيت له قلوبات وغمرتهم بمي مع ورق غار، شغلت 10 دقايق فورت عليهم. بعد ما فورت عليهم صفيتهم مي السخنة وغسلتهم مي باردة وصفيتهم حتى أتأكد إنه نطفوا كتير. وبعدين حطيت شوية سمنة مع زيت وشوية خضرة، الخضرة هي بصلة وتوم وفلفلة خضرة وفلفلة حمرة. راح خليهم يدبلوا شوي، يعني أقليهم شوي يدبلوا، شي بسيط ما بدي يستوي كتير. هون نزلت القلوبات، ما شاء الله وكيلكم نطفت القلوبات نطف غير شكل. هلا تيجوا تقولوا لي انه راحت طعمتهم او ما هيك الطريقه، ما بعرف، انا هالطريقه يعني ما اعتمدتها من زمان، واذا ما عملتها بنفس الطريقه يعني بصراحه ما بحب اكلهم. للبهارات حطيت كزبره، فلفله حمراء، زنجبيل وبهار ونص معلقه ملح وبس، اختصرت يعني. هلا نقصت انا من بهارات الشيف عمر دبس الرمان، أنا فينا يعني هذا كان مكون يعني إضافي مو أساسي بالوصفة. المهم هون بعد ما حطيت البهارات قلبتهم تقليبة بسيطة، وراح خليهم يعني أغطيهم كمان على الغاز شغلة 10 دقايق حتى القلوبات تتشرب معي من البهارات اللي أنا حطيتهم. وهون يكون جهزت الفطر، طبعا هيك كنت عم بجهز بهالأثناء هاي الفطر وعم بضبضب الجليات اللي طلعوا من يعني وأنا عم بجهز. اي والله. المهم هون ضفت الفطر كمان، كانت كمية بسيطة بس قلت بقطي يعني القلوبات من كتير، وغطيتهم شغلت هيك كمان 10 دقايق ربع ساعة حتى المكونات كلها تستوت وتشربت البهارات. بجد يعني كانت طعمة الروعة وبتشهي. هلا عدكن عن التزيين انه انا ما بعرف ازين، بس والله طلعت كتير طيبة، وان شاء الله صحتين وهنا. وانتو ايش كان عشاكن لليوم؟